بمناسبة عيد العنصر أترأس سيادة المطران خريستوفوروس في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية خدمة الليتورجية الإلهية. وفي عظة القداس قال سيادته: إن عيد العنصر بعظم عيد الفصح والميلاد في الكنيسة، فاليوم حل الروح القدس على التلاميذ ونالوا القوة والنعمة. وفيه يخاطب القديس بطرس جموع المؤمنين بعظائم الله، وأشار سيادته إلى أن الكنيسة تدعو العالم في هذا اليوم للوحدة في لغة الصلاة والمحبة والإيمان بالله الواحد. وبعد القداس أقيمت خدمة غروب عيد العنصر والسجدة. عونه في الخدمة عدد من الآباء والشمامسة بحضور جموع حاشدة من المؤمنين. قديش مهم اليوم، اليوم الروح القدس حل على التلاميذ على هيئة ألسنة نارية. اليوم الرسول بطرس وعظ بالشعب اللي كان موجود في القدس من مختلف القوميات. اليوم سمع كل واحد من الموجودين وعظة الرسول بطرس بلغته الخاصة. اليوم نعمة الروح القدس اللي انسكبت على التلاميذ ومن خلالهم الكنيسة المقدسة من خلال المؤمنين اللي آمنوا بالمسيح إلهنا المتجسد والقائم من بين الأموات، أصبحت الكنيسة موجودة. هاي الكنيسة اللي هي منذ الأزل، هاي الكنيسة اللي هي موجودة في كل آن ومكان وزمان، ولكن الكنيسة بتجسد الإله الكلمة ظهرت بالجسد بيسوع المسيح إلهنا المتجسد والقائم من بين الأموات، اللي هو وعد التلاميذ ووعدنا إنهم إن يمكثوا في المدينة المقدسة حتى يلبسوا نعمة وقوة من العلا. اليوم أبنائي فرح كبير في الأرض وفي السماء، لأنه كنيسة المسيح اللي أسسها بدمه أصبح فيها نفوس مؤمنة، مؤمنة بإلهنا القائم من بين الأموات، بإلهنا الواحد المثلث الأقانيم. اليوم بعيد العنصرة بحلول الروح القدس العالم كله بيعود وبندعى من أجل أن يتوحد الكل، أن يتوحد الكل، أن يتكلم بلغة واحدة وهي لغة الصلاة، لغة المحبة، لغة الإيمان بالإله الواحد المثلث الأقانيم ويسوع المسيح الإله الإبن المتجسد والقائم من بين الأموات.